وهناك ملاحظة أو فائدة نحوية، جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، جمعها بعضهم في قوله صن شملة: الصاد صالح، نون نوح، صن شملة شين شعيب، ميم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، اللام لوط، والهاء هود، صن شملة. وبعضهم يقول كما حفظنا ذلك عن شيخنا سيدي عبد الرحمن العلوي حفظه الله تعالى: نل شه صم، نل شه صم. وشيخ شيوخنا سيدي صالح الإلغي يقول في الحقائق في شرحه على متن الأجرومية: وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد وهود، فخذها واستمع قول ناصح. إذن قالوا كذلك أسماء الملائكة أعجمية إلى أربعة: رضوان مالكا ومنكرا ونكيرا. الأول غير منصرف للعلمية ولزيادة الألف والنون، رضوان رضوان عفوا رضوان، والثلاثة الباقية منصرفة.